تدمير السلاح الكيميائي للنظام السوري في مراحله الأخيرة، فالسفينة الدنماركية أرك فوتورا التي تنقل آخر جزء من السلاح الكيميائي السوري وصلت إلى مرفأ جيو تاورو في كالبريا الإيطالية. أول حاوية من أصل 78 وضعت على عربة رافعة نقلتها إلى السفينة الأمريكية كيبراي لتدميرها على متنها. فرقاطة إيطالية واكبت السفينتين، فيما كانت مروحية تابعة للجيش تراقب المجال الجوي للمرفأ. مفتشون من المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية دققوا في كميات وأنواع وتغليف الأسلحة، ثم أعطوا موافقتهم النهائية على بدء عملية نقل الأسلحة من السفينة الدنماركية التي تستمر 20 ساعة. السفينة الأمريكية كيبراي مزودة بالمعدات اللازمة لتدمير الترسانة الكيميائية في البحر بدون التسبب بأضرار بيئية. الإجراءات الأمنية في المرفأ عززت بعد تظاهرات في مناطق عدة في إيطاليا رفضاً لإدخال هذه المواد الخطرة إلى البلاد، وأغلقت قوات الأمن كل الطرق المؤدية إلى المرفأ أمام حركة السير.